بيروت يا ستة الدنيا، بيروت خربانة، بيروت الشعب اللبناني خربان، الشعب اللي إذا عم يسمع هلأ كذبك بقول لك عم تتوقع. فأنا اليوم بدي أمشي معك وتقولي لي بيروت الحزينة، لبنان الحزين، الشعب اللبناني كله حزين قرفان، شو بدك تتوقعي أو شو عندك توقع للبنان؟ تفضلي إليك وبشكل كتير سريع. يعني بس في شغلة إنه أنت عم تقول كذب، ليش كذب؟ لأنه في عالم تعتبر هيك، مثل كل الضيوف اللي قلت لهم إنه أنتم كذابين، وأنا برجع بقول لك أكثر ناس بيقولوا عنهم كذابين هن اللي بيتوقعوا، لأنه أنتم مش لأنه له رأيه، لأنه بالنهاية اليوم لا أحد يعلم بالغيب غير اللي خلقك، فشو بدك تقولي؟ نحكي عن لبنان؟ عن لبنان مع الغنية اللي سمعناها هلا، موجوعة أنت مثل الشعب اللبناني؟ أكيد طبعا موجوعة طبعا. خبريني شو متوقع على الشعب اللبناني؟ أول شيء بالنسبة للحكومة، إذا ما في حكومة، ما في حكومة. دولار اليوم شو؟ اليوم حيوصل لوين الدولار؟ إذا بضل هبوط وطلوع لل 25,000 لل 25,000؟ لل 25,000 مش أكثر؟ لحد إذا مبين 25 مبين ولا عم بخبروك؟ لا اتفق انا وياكي مشان هلا ما ينتقدوك الناس. ليش شو عم بيقولوا لك؟ انا كل كل شغله بسمعها ايه بده يوصل ل 25 بكتب 25 بيوصل. طيب يعني كل شيء بتسمعيه هلا عم بيقولوا لك شو 25؟ قربي لشوف هيا نسمع. فيني انا اسمع معك؟ اكيد لا ما فيي ابدا. اكيد. طب مين اللي بيحكي معك؟ جن؟ لا لا يعني قرين بصوت رجال. اوكي. وهذا اللي قليل وقت ما اوعى لنام، مش انه انا عم بقرا شيء او تعبتي منه؟ اول ثلاث سنين ايه. اول ثلاث سنين ايه. طيب يا شباب احمد، يا اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. كملي عن لبنان قبل ما نفوت بعند رئيس الحكومه. بالنسبه للدولار قلنا لل 25,000 حيصير. نعم. والذهب حيضل طلوع، وما بنصح حدا لا يبيع ذهب ولا دولار. بالنسبة للعقارات حتنزل هالسنة، بس 2022 بتطلع كتير، يعني اللي عنده حبيبي بيشتري أي عقار معه في يشتري، لأنه نعم. كتير بده ينزل بعد. نعم. محاولة إنشاء دولة سورية تركية داخل لبنان. نعم. فضيحة كبيرة تخص مبايعة الحدود، وسيخسر لبنان قليلا من أراضيه. شو يعني ما فهمت؟ يعني مطرح البترول وهيك في بايعين قسم منه. نعم. بكره بتنكشف بتنفض. معروفه مين اللي مسؤولين عنهم؟ مين هن؟ مسؤولين عنهم. انا شو بدي اقول لك مين؟ ايه قليله. مين؟ مين المسؤول غير رئيس الجمهوريه وجبران باسيل ونبيه بري؟ ومين بده يكون مسؤول غيرهم يعني؟ اوكي كمل. مشهد دموي بالموكب سيؤدي الى حزن لكل الشعب اللبناني وسيكون حدثا عالميا. اغتيال؟ ايه. بموكب لشخصيه شو سياسيه؟ اكيد. حرب شوارع وتقسيم لبنان حسب الطائفة، يعني كل مثلا الجبل منطقة ولي جملات منطقة نبيه البري بصير بس هذا منتبه لمحل ما هو هيدا بحلم هون لآخر السنة؟ حط توقعات اسمعهم وانطرهم رقبهم لإنصاره. انت عم تسمعيني شو عم بسألك؟ ايه. قبل ما تجاوبيني، من هون لآخر السنة؟ هودي ل من اسا ل 22. طبعا شو عم تناقشيني؟ تفضلي. اسا 22 تفضلي. عملية لحزب الله داخل إسرائيل وستنجح، ولكن سترد إسرائيل على لبنان بقوة وضربات قاتلة. يعني عم تقولي إنه إسرائيل حتعمل ضربة على لبنان من خلال إنه حزب الله هو صحيح. أو المقاومة هي حتكون ضربة قبل. صحيح. يعني عنا ضربة لبنانية. إيه. عنا ضربة. داخل أموال في لبنان لل 2022. شو؟ بدي بلش يجي أموال على لبنان لل 22. نعم. مش قبل هيك. سيوقع وجود الميليشيات المسلحة كل حسب منطقته. حواجز لليونيفيل في أغلب المناطق اللبنانية. استمرارية عائلة الحريري عبر بهاء الحريري مش عبر السعد. ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وبقوة أكثر من إسا بكتير بكتير. جامع الأمين سيكون حدثا بقلب الحدث. سنشهد حكم عسكري لفترة بقيادة جوزيف هون. عودة انتخاب بولا يعقوبيان. وأيضا أرى المحامية بشرى الخليل سيكون اسمه محط الأنظار لبشرى خليل؟ إيه.
رياض سلامي، بالنسبة لرياض سلامي باقي، أما بالنسبة للأموال المنهوبة إذا هن مفكرين خدوهم خدوهم، لا ما حيعطوا من هيك. أنجق يعطوني بحولوا لهم هن باستثمار وأسهم. سقوط طائرة في مطار بيروت والأنظار والإعلام موجهة إلى المطار. الانتخابات النيابية ستحدث في موعدها حتى لو تأخرت وقتا قليلا، يعني إذا صار يعني سبب أمني. انكسارات كثيرة ستحدث في لبنان. لبنان سيصبح بلد مدني. إخراج مساجين لبنانيين وسوريين من السجون السورية. سيكون فصل الشتاء قارسا جدا وأيضا خطر. دخول الجيش المصري إلى لبنان. عودة الانتداب الفرنسي لفترة. تبهدل سياسي في الشارع بشكل كبير وسيطاله الإعلام. اكتشاف منجم ذهب، وهذا ما سيجعل العالم أجمع ينظر إلى هذا الأمر اللي بتجي على شكل تماثيل. نعم. محاولة اغتيال جميل السيد واغتيال رجل دين. إلقاء القبض على سياسي كبير. سنرى فئة معينة من الشعب اللبناني في الملاجئ. لم يحظى لبنان على الغاز قبل 2028. يعني 2022 بلشوا ياخذوا غاز من فكاح نقطع من الغاز يعني. الرئيس ميشيل عون باقي بالحكم. حالات دمويه ستغزو الشارع. محاوله اغتيال قائد الجيش جوزيف عون. هاو دي عن لبنان.